لا مش راضيين يا ريس والله، محدش راضي يدولي خالص، اتمسك ضمن المصابين. تم انتشاله وهو من ضمن المصابين. مش راحت اجل، مش مصدقين ولا مستوعبين اللي حصل. ولادهم كانوا معاهم الصبح ويودعوهم ونزلوا رايحين، منهم اللي كان رايح شغله ومنهم اللي كان رايح جامعته، وللاسف رجعوا. مش عارفين يعني.